بعد الهدف الثاني، وتقريبا كان باقي 10 دقائق او 12 دقيقه على نهايه المباراه. هنفكركم بالهدفين، هدف احمد فيليكس، هدف احمد فيليكس، ثم هدف حسام حسن. بعد هدف حسام وهو هدف هتشوفوا مدى صحته ايه، ينسحب الزمالك. حسام عرابي وهجمات النادي الاهلي كله بيبتديها من ناحيه الشمال، وفيليكس بيتحرك تحرك سليم، هو سير وبيلقي يلقي بكلمه الدفاع في ماتش النهارده. العاده بتبين المونيتور وفي التلفزيون وجهاز العاده، ولازم كان عرابي بيتكلم جاب المرسي. انما انتم شايفين على الشاشه الاهلي مسيطر وابتدى يفتح ثغرات في كلا الاجناب الايمن والايسر، وهشام حنفي ويقدر هشام وبيحطها حلوه 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 يا حسام، وتروح لوليد. وليد يجيد المراوغه انما مبتعد بعيد فتره عن مباريات الاصابه، وتروح لحسام حسن، وحسام حسن بيحط الجول الثاني، حسام حسن بيجيب الجول الثاني. المهاجم بيحطها حلوه قوي، انما التمريره كمان حلوه، تمريره حلوه وبتتحط حسام حسن على يمين. طبعا شفتوه كلكم قبل ما تشوفوا الحاجات بقى اللي على لسان اصحابها، شفتوا ان كابتن حسام متغطي بمتر على الاقل، متغطي بمتر على الاقل اللي انسحبوا بحجه انه تسلل. هقول لكم الماتش ده لانه ده 25 يونيو 96 نهائي دوري 95 96، الاهلي كان داخل هذه المباراه عنده 67 نقطه والزمالك عنده 66 نقطه، والفارق الاهداف لصالح الزمالك. التعادل كان يبقى افضل للزمالك، الزمالك كان لسه له مباراه مع القناه في الاسماعيليه، والاهلي لا بديل له عن الفوز لانه هيلعب مع الاسماعيلي في القاهره. الاهلي سجل الهدف الثاني، المدير الفني للزمالك الكابتن احمد رفعت، بالمناسبه الكابتن فاروق جعفر لما سالوه بعد ماتش 6-1 قال لهم فاكرين ماتش ادرب عظيم، لو ما انسحبناش كان هيبقى كده. لكن الحقيقه انا ليه بقول لكم فكره الافتراء على الحقيقه، لانه دي واقعه بمناسبه ان النهارده تاريخها والتذكير الاجيال الجديده من الجماهير، دي واقعه الانسحاب. ده مين اللي مش يعني مشاهد الانسحاب ماشي خلاص، لكن الكابتن عفت نصار، الكابتن عفت نصار بعد الواقعه بكتير قوي الحقيقه استخدم حاجات غريبه جدا عن هذه المباراه، لدرجه انه بيحلف بحاجات غريبه جدا. نشوف الكابتن عفت نصار في هذا الافتراء الجديد على الحقيقه بمناسبه مباراه 96. الموضوع بتاع كابتن ادري عبد العظيم، جينا وقفنا في استلام الجمهوري، جمال غندور دخل وخرج ادري من اوضه اللبس ووقف قدامنا وهو اللي هيحكم المباراه بالعافيه. أني عدالة؟ أنا كلاعب نادي الزمالك في الوقت ده أحس بإيه؟ أحس إن أنا مهما هعمل يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم أدري أبو عظيم قال لي والله العظيم هتتغلبوا لو عملتوا اللي النهارده. وبعدها بأسبوع أدري أبو عظيم كان هو اللي ماسك قناة النادي الأهلي البرامج الرياضية في النادي الأهلي. عادي مكافأة عادية وعلى الملأ. أنت حضرتك بتتكلم على أنهي سنة؟ الفريق أحلام. طب ده ما كانتش قناة الأهلي، ما كانتش موجودة. لا أصلاً. كانت موجودة قناة الأهلي في الوقت دوت. لا ما كانش لا موجود. كانت موجوده ومسك ادري بعدها، مسك ادري بعدها، مش ممكن مسك ادري بعدها مدير البرامج الرياضيه في النادي الاهلي. في النادي الاهلي برامج رياضيه في النادي الاهلي ازاي؟ في قناه النادي الاهلي. ما كانش فيه قناه النادي الاهلي ساعتها. لا كان فيه. بص بقى يا باشمهندس، عشان تصدق انه الكابتن ادري عبد العظيم حلف للكابتن عفت نصار قبل المباراه والله العظيم لو عملتوا ايه اللي النهارده هتتغلبوا. كلام يخش في عقل حد ده؟ لو عايز تدخل في مخك انه في حكم بيحلف بالله العظيم قبل الماتش ان الاهلي هيكسب هيكسب، لو عايز تدخل دي في الجزء ده دخل في الجزء الثاني انه سنه 2008 بتيجي قبل سنه 2000 او 96، لانه الراجل عمال يحلف بالله العظيم انه بعد المباراه ادري عبد العظيم كافئوه مسك مدير البرامج الرياضيه في قناه الاهلي. الكلام ده يوم كام؟ 25 يونيو 96. قناة الأهلي بدأت 2008 6/8/2008 12 سنة فرق. ف
فال 12 سنه دول ولا كابتن قادر عبد العظيم عمره ظهر على شاشه الاهلي. هي دي النقطه بقى، ولا في برامج رياضيه في قناه الاهلي. لا هي قناه رياضيه برامج رياضيه يعني، يعني هو هي قناه عامه مسك البرامج الرياضيه فيها نمره 2 عمره ما عتبها. انما إيه؟ عايز تصدق دي صدق دي. بس انا على فكره بس بجد بجد اللي اللي مزعلني في الجزئيه دي استسهال حلف الحلف بالله. ازاي بيقسم بالله العظيم ان ده حصل بجد بقى؟ ازاي بيقسم بالله ان قادر عبد العظيم قال له كده؟ الكلام ده يا استاذ ابراهيم مشكلته ايه؟ ان يطلع لك ناس زي الاستاذ عبد الله الكعبي يصدقوا الكلام ده، يرددوه على انه حقائق ويستخدموه ضد الاهلي بجد. طب على فكره بقى، ايه اللي خلى اتحاد الكره المشكله حصلت وقتها؟ انه في اصرار زي الايام دي على انه مباراه القمه حكم مصري، مباراه الدور الاول حكمها الكابتن جمال الغندور، وده كان بتعليمات الجهات المسؤوله في الدوله انه الحكم المصري يحكم. طيب خلاص، كابتن جمال الغندور ادار مباراه الدور الاول، الدور الثاني تم اختيار الكابتن قادر عبد العظيم. بس الغريب جدا ان الكابتن جمال الغندور في مشهد ان هم كل الحكام المرشحين نزلوا ارض الملعب عشان ما حدش يعرف مين، جمال الغندور قال راي مهم عن قادر عبد العظيم وعن ظروف المباراه. كابتن نبيل نصير مدير الكوره في نادي الزمالك، هنا نازلين احنا الثمانيه، احنا نازلين الملعب، قال لي بقول لك ايه، لو انت مش الحكم مش هنلعب. ماشي. حصل هرج ومرج في الملعب انا مش عارف له حاجه، لدرجه ان احنا نازلين بقى خلاص عشان نبدا المباراه، والكابتن قادر نازل بقى، شفت انت وانسحاب والرجوع وقصه لكن شهاده لله. شهاده لله. اداء قادر عبد العظيم في هذه المباراه كان افضل مبارياته اللي عملها في تاريخ حياته. جميل. ما عندوش ولا خطأ. ماشي. في خلال هذه المباراة. ماشي. اللي انسحب فيها الزمالك. والهدف ما كانش تسلل حتى، الهدف التاني ده اللي هو سليم. صحيح. يعني لما الكابتن الغندور يقول له ان كابتن نبيل نصير قال له وهو الحكم الذي حكم المباراة الأولى. لو مش أنت مش هنلعب. من قبل وهما بيسخنوا. وهما بيسخنوا. وبعدين شهادته في زميل انه أحسن مباراة أداها. وما عندوش ولا غلطة. ما عندوش ولا غلطة. بس هو المشكلة كانت على كرة فيها شك، الكرة فيها شك مش بعد كده ده بعد كده بعد الفاصل هنشوف.